أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 محمود محي الدين، أكد على ضرورة وجود أنظمة لتقييم المخاطر مع أهمية ترقية إجراءات التكيف المناخي. وخلال كلمته بجلسة يوم التكيف والزراعة ضمن فعاليات قمة المناخ، أشار محي الدين إلى أنه بحلول عام 2025 ستقوم المؤسسات المالية الدولية بحذف السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها. التي تحتاج إلى الدعم حتى يتم هناك التكامل من خلال التنوع، وبحلول عام 2025 فإن المؤسسات المالية يجب أن تقوم بمحو السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها، وهذا يجب أن يكون هناك أيضا تقييم للمخاطر، ونحتاج أن يكون هناك ترقية للإجراءات الخاصة بالتكيف والتخفيف، وهذا من خلال إجراءات ثلاثة أهمية نتبناها. الأول مرتبط بالدور الذي الأمر الخاص بهذه المناطق، وهناك العديد من المشروعات، ومؤخرا وبشكل أكثر شمولا في التعاون مع هذه القضايا في باربيفوس، وهذا لدينا مؤشر أداء رئيسي، لدينا مؤشرات أداء رئيسية نتعامل معها للإقلال ولتخفيف المخاطر، ولدينا العديد من الجهات التي تترقى هذا الأمر.